وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات الزميل كريم رجب مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك كريم، وآخر المستجدات لديك بعد انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات. نعم كريم، يعني تعد النقطة الأهم التي أعلن عنها خلال هذا المؤتمر الصحفي هو تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 25 من سبتمبر الجاري ليكون هو موعد انعقاد الاجتماع الخاص بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي سيترتب عليه تحديد الموعد الخاص بالجدول الزمني لهذه الانتخابات الرئاسية. سيتم تحديد فيه موعد التقدم بأوراق الترشح والجدول الزمني لانعقاد هذا الاستحقاق الدستوري. أيضا كان هناك مجموعة من النقاط الهامة التي تم الإعلان والتحدث عنها خلال هذا المؤتمر، منها التجهيزات اللوجستية، وتم الحديث على تحديد حوالي 10,085 مركز انتخابي، وتم التأكد من جاهزيتهم، وبالتالي سيتم انعقاد هذه الانتخابات الرئاسية في هذه المقر أو هذه المراكز الانتخابية، فضلا عن التجهيزات الخاصة بالوسائل التكنولوجية المختلفة و تحديث الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات لكي يستوعب 180 ألف مستخدم في الدقيقة الواحدة، وسيتم إتاحة القاعدة الخاصة بالبيانات الانتخابية للناخبين، وبالتالي هذا أيضا من ضمن التجهيزات والتحديثات التي أجريت، فضلا عن الحديث أيضا عن التجهيزات الأخرى بخصوص اللوجستية مثل الحبر الفسفوري والكميات التي تم الاتفاق عليها لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي وأمور أخرى تم الحديث عنها، فضلا عن البروتوكولات التعاون مع الهيئات المختلفة كهيئة البريد والتي سيتم من خلالها يعني نقل الأوراق أو استمارات الانتخاب الخاصة بهذه الانتخابات، فضلا أيضا عن بعض البروتوكولات الأخرى مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التعاقد مع يعني توقيع بروتوكول معها من أجل التوعية والتثقيف وتدريب الرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية ولكي يقوم بعملية التثقيف المختلفة، وتم تحديد يعني الناخبين الذين سيحق لهم الانتخاب ليبدأوا من 18 عاما، وبالتالي سيتم إجراء يعني حوارات معهم وكذلك أيضا الأمور التثقيفية والتوعوية للناخبين في مختلف المحافظات والقرى والأحياء المختلفة. أيضا جانب آخر من البروتوكولات التي تم الحديث عنها هو البروتوكول الخاص بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، ومن ثم تسهيل مهمة مشاركة ذوي الهمم في هذا الاستحقاق الانتخابي ويعني تجهيز إجراء التجهيزات اللوجستية الخاصة بهم، ومن ثم أيضا تدريبهم على كيفية القيام بهذا الاستحقاق الدستوري والمشاركة في الانتخابات. كان هناك أيضا بعض التحذيرات التي صدرت خلال هذا اليوم لكل من يقوم بالتشكيك في نزاهة هذه الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكدت الهيئة الوطنية على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين في هذه الانتخابات، وبالتالي لا داعي للتشكيك، كما أكد المستشار أحمد البندير رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا أيضا عن أنه أهاب بوسائل الإعلام المختلفة وكذلك المنظمات والهيئات التي تود متابعة هذه الانتخابات وأيضا القيام بمهامها في هذه الانتخابات أن يسرعوا بالتقدم بالبيانات الخاصة بهم على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخاب لكي يحق لهم متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي وهذا الاستحقاق الدستوري. جانب آخر من ما تم الحديث عنه هو يعني أهاب أيضا بضرورة التأكد من البيانات التي تصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم الترويج لأي أنباء يعني يتم تداولها حتى لا يتعرض من يقوم بهذا الأمر للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون والدستور. إذن هي كانت التفاصيل الخاصة بهذا المؤتمر الصحفي، والعودة إليك مجددا كريم في الاستوديو. نعم كريم رجب مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات. شكرا جزيلا لك كريم.